حطيتنا على الختامية لليوم مقريش. مشان وصلنا لبسمة أمل وهي أمنية ممكن يكون فيها بكرة أحلى، تحت هالعنوان اجتمع عدد كبير من السيدات السوريات اللي أمنوا بأنه بكرة أحلى لحتى يفردوا كتير من أشغالهم اليدوية كل مرة بمكان ويقدموا قطع مشغولة بحرفية وبإيد سورية وبسعر مناسب ضمن بازار بكرة أحلى. لنتعرف أكثر على الجديد يلي بيقدموا هالبازار بصرنا أنه نرحب بعروبة السيد من منظمي البازار وأمورة ملاعب من السيدات المشاركة بالأشغال اليدوية. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. يعني يا عروبة عن جديد بكرة أحلى، لكن هالمرة شو مقدم هالبازار شغلات جديدة لكل الزوار؟ دائما بازارنا بيتميز، كل بازار بيتميز عن البازار اللي قبله بلمسات كتير حلوة، وهي المشاركين الجداد اللي عم يكونوا معنا والروح الحلوة اللي عم بتصير والأفكار الجديدة اللي عم نقدمها من خلال هذا البازار. مدام أمورة، يعني حضرتك مشاركة بالبازار، بازار بكرة أحلى يلي تم افتتاحه أول مبارح. أول مبارح تماماً، ولأمتى مستمر؟ لنهار السبت لأربع شهر بدمسكينو مول. دمسكينو مول طابق الثاني. أوكي، خبرينا أكثر عن مشاركتك والأشغال اليدوية اللي عم تقدميها بهالبازار. هلا أنا بتشكر أول شيء الصبايا عطايا عروبة كتير ساعدونا بهذا المجال، وأكثر من بازار أنا صرت بيتصلوا فيه وبشارك معهم. تمام، ماشي الحال يعني، وفي إقبال جيد جدا الحمد لله. يعني قديش بتعدي وقت تحضري وقت تعرفي بازار قرب، قديش بياخد منك وقت هذا الموضوع للتحضير لأشغال يدوية يمكن بتهم كل الأشخاص يلي عم يجوا على البازار؟ أكيد. هلأ الفكرة أنه أنا كنت مشاركة بأكثر من بازار من قبل وبعرض بالمحلات، ما عندي بضاعة كتير. لما حكتني مدام عروبة ما كان عندي بضاعة زيادة، ضلتني شي شهر تقريبا وأنا عم حضر كمية بسيطة كمان ما كتير يعني. رح نتعرف عليهم أكثر، لكن خلونا نتابع مع بعض كيف كانت أجواء البازار والافتتاح يوم الأول بالمادة التالية. مجموعة بازارات بكرة أحلى. هلأ نحن انشهرنا كتير بالهاند ميد، نص بازاراتنا تقريبا هاند ميد، وفي عنا طبعا اليد السورية العاملة وعنا شركات سورية حصرا. بقى نحن كل شيء وطني منحبه. في عندك مثلا إعادة تدوير ورق، إعادة تدوير القماش، رسم على الحرير أحيانا، في عندك فنون مفارش عم تبقى تضاهي إيطاليا وتضاهي الصين بإنتاجاتهم وبأناملهم. أنا بقول الله يبارك بأنامل السوريات المبدعات. يعني نحن هلأ مشتركين بالبازار لعروض التطبيط المنزلي والفينير المتحرك، يعني هدفنا بشكل رئيسي أنه ننشر ثقافة الابتسامة الحلوة بين العالم أكثر، وإن هي تعتبر مثل يعني وسيلة تواصل بين العالم بدون ما حتى يكونوا بيعرفوا بعضهم، بس الابتسامة الحلوة بتكفي لتوصل لقلب الثاني. بحنا هذا هدفنا مشاركة، وعاملين أسعار حلوة كتير اللي بيحبوا يجوا. بازارات فيها أول شيء فائدة اجتماعية، تعارف على العالم، وبنفس الوقت فيها فائدة مادية كمان، وللعالم إنه في معروضات تبقى العالم ممكن يخطر بالها إنه تكون موجودة بآن واحد كلها ببازار واحد، هاي يعني كمان فيها فائدة. وبنفس الوقت يعني أنا مثلا طاولتي مثلا في العالم بجوز ما تعرف الأورجاني، إنه العودة إلى الطبيعة واستخدام المواد الطبيعية للبشرة. We'll be right back.
يعني مثل ما تابعنا مدام عروبة انه عائلتكم عم تكبر اكثر وبكره احلى كل مره عم يرجع باشياء جديده وعم تزيد يمكن عدد الاشخاص المشاركين. خلينا نحكي اكثر عن هالسنه قديش عم هالمره بالاحرى قديش عم يزيد عدد الاشخاص. هلا انا الشيء اللي كثير حبيت وكثير انبسطت فيه ومن المشاركين ومن الزوار اللي عم يجوا على البازار انه قالوا لي انه هذا المره كثير كان حلو، يعني كل مره عم يكون احلى من مره. عائلتنا عم تكبر بمشتركينا الزراف، سواء من مشاركين معنا من دمشق ومن باقي المحافظات كمان، تواصلت مع كذا حدا وشاركوا معنا، هذا الشيء كان بيسعدنا كثير. في روح جديده، في عندي كثير منتجات جديده، واكثر شيء مبسوطه انه الاسعار عندنا بالبازار عن جد غير عن باقي المحلات. يعني انا وقت عم بقول لهم انه انا لابسه مثلا هي القطعه بسعر كذا عم يتفاجئوا يعني، فعم يتشجعوا، فعم يصير اقبال كثير حلو. هذا كثير شيء بيشجعنا وبيشجع المشاركين معنا، واصلا هذا الهدف من البازار انه تجي العائله تاخذ كل اللي احتياجاتها كامله باسعار حلوه. يعني نحن عم نلبي هدف كثير حلو، اثنين عم نوفر فرص كثير قويه لكثير عالم، لكثير سيدات سوريات عندهم منتج حلو حابين يقدموه، عندهم فكره جديده، فبتعاونهم معنا نحن عم نوصل الفكره بطريقه كثير راقيه وكثير حلوه وكثير سعيده. والبازار كمان جوه بيعطي روح من المتعه. نحن عم نعمل كمان اليوم عامله جوائز وهدايا، حنوزع كتير كل نص ساعة حنوزع جوائز وهدايا لكل الرواد والمشاركين معنا. مدام أمورة خبرينا أكثر عن المواد اللي بتستخدميها بالأشغال اليدوية، بتستخدمي مواد معينة أو حسب الزبونة شو بتطلب منك؟ لا، هي المواد أنا بختار، لأن هي مواد عبارة عن إعادة تدوير اطباق ورق مقوى بيجي، وانا بصير بعالجه باكثر من طريقه لحتى يطلع بهي الاشكال. كمان في بعض اللوحات يمكن كمان في عندي هي اللوحه بتقومي فيها نعرضها يدويا. هي تقريبا هي شو شغلتيها؟ هي كمان من ورق. من ورق؟ من ورق، ايه، بس انه صار قوي كثير وما عاد يتاثر ولا بالمي ولا بغير المي. يعني يمكن العين كثير هلا عم نشوفها انه هي دارجه وكثير الاشخاص بيحبوا يقتلوها بالعكس انا قلتها. هي شو مستخدمة في حضرتك؟ هلا أول شيء أنا بطبقها على خشب، على لوح خشب، بقصه بالحرفية اللي أنا بدي إياها، وزخرفات هي على مبدأ زخرفات النباتية. بلفها لف يعني على أكثر من طريقة، إلى كل إصبع له طريقة شكل. كمان حتى I love Syria، كمان I love Syria عندي هون، I love Syria وعندي دمسكوس وفي حلب واللاذقية. حلوين كتير هدول، ممكن يكون هدول مجسمات صغيرة يمكن نشوفها، ممكن نجمل فيها بيتنا أكيد. وهلأ عم يطلبوها كتير عندي إنه يكتبوا الأسماء كدو بيقدموه. كمان فكرة حلوة. في حتى أنينة، هي الأنينة، هي كمان شو هي الأنينة؟ عبارة عن إعادة تدوير، هي بنسميها إعادة تدوير نحنا. أكيد جرايد من تحت بطريقة معينة وقماش وبتنبخ وبينعمل أشكال، حطت لها ساعة هيك كفكرة جديدة يعني وحلوة. هي بتضيف بالمناسبات، هي هلأ هي على فكرة هي بتنفتح عادي، عفوا هي كاينة لأنه مشاركة فيها، بتنفتح عادي بينسكب فيها يعني، مو أنه بس منظر، فيك تستخدميها يعني. وعم نشوف كمان أنه في كتير شغلات فينا نهدي هدايا، وفي شغلات فينا مثل كصمديات يعني. ايه تمام. مثلا مثل هاي، خلينا نعرف شو هاي. لا خفيفة، هي مبينة أتقل من هيك، بس هي خفيفة وحلوة بالشكل. هي كمنظر بتبين أتقل، هي تماثيل ورقية؟ أكيد ورقية، هي من الجرايد، هي معمولة من الجرايد بطريقة معينة، بعملها تمثال وكتحفة بالبيت يعني. يعني من أفكار بسيطة، أفكار بسيطة، أي تمام. يعني أنا بشوف لوحة مثلا معينة بقدر بطبقها على الورق. ممكن تعلمي لحدا هالشغل؟ أكيد، إذا هلا معروض علي أكثر من مكان للتدريب، وإذا أجاني شيء مميز أكيد بوافق عليه. تماما. كمان مدام عروبة، مو بس يعني عم بيكون مشاركات أشغال يدوية بصمديات بالبيت أو حتى إكسسوارات، كمان يمكن القطعة اللي لابستيها هي في إعادة يمكن تجديد لها، وعم بيضيفوا لها لمسات جميلة كمان من أحدى السيدات يلي مشاركين بالبازار. أيوة، خبرينا عنها أكثر. أنا بالنسبة لي كل شيء عم بشتري لي من البازار. مدام رنا قصام عنا مشاركة معنا،
بنوجه لها تحية كمان كتير لذيذة، عندها قطع كتير حلوة وبتعمل إضافات على القطع، وهي أنا اللي لابسته من عندها، هو من عندها بتشكرها كتير لأنه لفت نظره، والسنة موضة كتير اللولو، فهي عم تعاصر حتى كل الأفكار الجديدة، فليش نحن ما ناخد قطع من بلدنا ومن يد سورية أحسن ما نشتري من برا، وأكيد على نفس المستوى يعني ما نو أقل أبداً أبداً. من خلال يعني أنه في أكثر من سيدة مشاركة بالبازار، قديش يمكن في أفكار عم تتبادلوها أو عم يتبادلوها السيدات بين بعضهم، إن كان من الأكسسوار للأواعي أو لحتى الصمديات، وهي الأفكار كيف عم تكبر يوم بعد يوم؟ هلأ الفكرة كتير حلوة اللي حكيتيها، هذا أساس إنه الواحد ينجح ويكون الروح الحلوة والتعامل المشترك. أنا في كتير أفكار، أنا كمان عندي بحب كتير الأكسسوار وعندي أكسسوار، فمشتركين معنا بيكون عندهم كتير قطع، فأوقات بقول لهم إنه إذا ضفتوا هيك مثلاً تاتش صغير كذا كذا، وهن نفس الشيء بيقولوا لي مثلاً مدام لو هي هيك هي هيك، فنحن عم نعطي أفكار هي الحلوة لبعض لنوصل لشيء حلو. فأنا كتير بكون مبسوطة لأنه هنن عم يسمعوا مني، وأنا كمان إذا هنن عندهم وجهة نظر آراء كتير بيجوا بيقولوا لي إنه مدام خلينا نعمل هيك خلينا نعمل هيك، فأنا هاي الروح الحلوة الموجودة بيناتنا هي اللي نجحتنا وحتنجحنا كمان. مدام أمورة، بما أنه عم نحكي عن الأكسسوار وأكيد بهمها كل الصبايا، خبرينا شوي عن الأكسسوار اللي عم تشتغليه يدوياً، كمان عم تضيفي لمسات جميلة وكل شيء مصنوع بالإيد. أكيد كلياته بالإيد، واي موديل انا بيعجبني كصوره مثلا بتطبقها عليه، في عندي حتى اي زبونه يعني حابه تعطيك اي صوره ممكن تقدري تطبقيها. طبعا طبعا، لانه كثير هلا بينطلب مني، وحتى على النت يعني بياخذوا وبوصل لهم. في عندك هاد هون محطوط له حجار كمان حلو دوري. تماما، شوفي كمان اشياء ثانيه. كاني عم شوف هدول الخواتم، عن شو هدول؟ هدول تدوير نحاس، تدوير نحاس بطريقه معينه يعني بنعمله، بحط له بقلب الحجر، ممكن تصل بحجر معين كمان بينعمل. في عندي هاد هون، يعني بتناسب كل الاذواق يمكن. واي حجر مثلا بتحبيه او موديل معين بقدر بعمله انا. عارف شفتي هذا كثير. اليوم النساء السوريات قديش هن عم يقدروا يمكن يعملوا اكتفاء ذاتي لنفسهم، انه هن يقعدوا يشتغلوا هذا الشغل ويبيعوه او يعيشوا منه؟ يعني نحن من خلال موضوع البازارات صرنا نشوف قديش فعلا المراه السوريه قويه، وهي قادره انها تشتغل ومن امور بسيطه تطلع شيء كثير جميل وبنفس الوقت تعيش منه. هلا المراه السوريه طبعا هي كمراه سوريه معروفه برا انها هي ست شاطره ومدبره، ونتيجة الحرب واللي صار بالأزمة، فهي مشاركاتهم بالبازارات أول شيء عطاهم وقت، يعني فراغ عندهم، انملى هذا الفراغ بشكل إيجابي، إنه هي صار عندها اكتفاء ذاتي، هي بتقدر تشتغل بتصرف على حالها. في عندي سيدات هي قايمة بالبيت كله، يعني مو بس على تصرف على البيت كله، فهذا شيء كتير منيح وقواها كتير من جوا. ونحن عن جد عنا سيدات أفكارهم حلوة وعم يقدمونا شيء كتير حلو، نحن كتير بنعتز فيهم. ونحن بنتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله دايماً باستمرارية بالنجاح. ومنرجع منذكر إنه البازار هلأ هو بلش يوم الثلاثة، نحن مستمرين معكم ليوم السبت. بازارنا عم يكون ساعة 11 الصبح لل 11 بالليل بالدوان. بس اليوم أنا حابة أدعي كل الناس ينزلوا، لأنه أنا كل ساعة حأعمل حوزع جوائز لكل الزوار عنا، وانتوا تفضلوا كمان. نتشرف. شكرا كثير لكم وكل التوفيق مدام عروبه ومدام اموره. تسلمي لي حبيبتي، كلك ذوق يا قلبي. شكرا لكم وجودكم معنا لليوم، ونتمنى لكم كل التوفيق، وايضا دعوه منا دائما لكل العالم لانه تزور البازار. شكرا لكم. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.